الندوة جمعية الفكر الحر تدعوكم لحضور أمسية شعرية يحييها الشاعر شوقي بزيع. آويها، لماذا لم تجيئوا بالعروس لكي تقبل ثغر فارسها؟ لماذا لم تسل عسلا على شفتي مغنيها؟ لماذا لم يقل أحد بأني مت؟ ففيما تحدقون إلي وأسفي علي كأني مت كأني مت. لو أستطيع جعلت قوس الروح قنطرة ليعبر فوقها جرس الثرى المهجور والقمر الذبيح. المكان المتحف العربي الأمريكي 13624 ميتشيغان أفنيو ديربورن 48126. الزمان نهار الجمعة الواقع في العاشر من أيار في تمام الساعة 6 مساء. حضوركم يشرفنا.